البرامج المدفوعه اليوم اللي في المتاجر وفي ونحوها تكون يعني ليس اطلاقا ولكن في غالب الاحوال تكون جودتها اعلى، لماذا؟ لانه تحتاج تحسين وتطوير مستمر، التطبيقات الالكترونيه مكلفه مكلفه بشكل كبير جدا، ربما تصرف نصف مليون، مليون ريال لاطلاق تطبيق، فاذا لم يكن هناك ممول لهذا التطبيق فنحتاج الى التمويل الجماعي من الجمهور لنحصل على افضل يعني انا اشوف شخصيا انه تطبيق يظهر في تطبيق قران يظهر فيه اعلانات هذا مسيء جدا لا ادفع 10 ريال ادفع 5 ريال حتى يستمر تحديث هذا التطبيق لا اريد ان يكون ربحي مع انا ما اعرف صاحبه ربما يتربح لكن الاصل انه اغلب من يطرح مثل هذه التطبيقات المدفوعه في الاصل المفترض انه فقط يحتاج قيمه تطويره وتحسينه بشكل مستمر اليوم برامج الاوفيس تنزلها مايكروسوفت، من يحملها بشكل مكرك مثلا على سبيل المثال ما يدفع قيمتها، ما يحصل مثلا على تحديثات، ما يحصل على اخر التطويرات اللي فيها ونحو ذلك، لكن يدفع مثلا 200 ريال في السنه يحصل على تحديثات يوميه يعني اخر التقنيات التي تخرج يحصل عليها، لماذا؟ لانه دفع مثلا 200 ريال في في السنه، فليس مقياس اذا كان ربما هذا بمبالغ ماليه، قد يكون هذا المبلغ يصرف على تطويره.